أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين، ونلتقيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حديث عراقي. في 15 تشرين الثاني من كل عام يحتفل بالعراق هكذا، يعني في ظل هذا النظام، بما يسمى بيوم بغداد، يوم لهذه المدينة الرائعة التي كانت رائعة وستبقى في التاريخ وفي الوجدان وفي الضمير رائعة وعالية ولا ينالها شيء، رغم كل الجراح، رغم كل الأذى الذي أصابها على الأقل منذ 20 سنة لحد الآن. هذه المدينة اللي تأسست سنة 1260 على اللي أسسها الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور قبل 1260 سنة، أسسها عام 762 وأطلق عليها تسمية دار السلام. قبل 1260 سنة أسست هذه المدينة، كانت طبعا بغداد، والكل يعرف، لا نزيد على ذلك شيء إذا ما قلنا كانت بغداد منارة للفكر والحضارة والازدهار والعلوم والفنون والثقافة، إشعاعات والقوة، كانت لامعة وليست ملمعة، لامعة بكل معنى الكلمة. كان العالم كل عيونه تتجه إلى بغداد، مقر الخلافة الإسلامية، مقر الزهو والحضارة والتألق والنجاح والعقل الرصين والبداعة. هذه كانت بغداد، وبغداد ظلت هكذا يعني، حتى في سنوات قريبة الستينات والسبعينات كانت توصف حتى من الغرب واحدة من العواصم الجميلة والرائعة واللي لها تأثير في محيطها وفي العالم. هذا وضع أنشئت فيها في زمن المنصور وما بعده، الجامعات الراقية، المدارس الراقية، مراكز العلوم، مراكز الدينية، المراكز الأخلاقية، مراكز الفلك والعلم والكتابة والخط وكل شيء، ومدينة تقرأ وتكتب وتعلم الناس القراءة والكتابة والعلوم والفنون، وكل ذي عقل يتجه إلى بغداد، كل ذي يعني كل من لديه طموح يتجه إلى بغداد. هكذا كانت بغداد. لكن اليوم وبعد 20 سنة أنت تسأل أين أهل بغداد؟ بضعة آلاف موزعين هنا هناك، لم يبق منهم إلا بضعة آلاف، يعني ضغط عليهم، قتل الكثير من عندهم، هجروا، ذبحوا، وبالتالي تحولت المدينة إلى مدينة أخرى الحقيقة، مدينة تملأها الغربة والوحشية والعشوائيات. أكبر مدينة فيها عشوائيات، فيها 3 ملايين، أكثر من 3 ملايين، 3 ملايين، 3 ملايين نص مواطن، فيها مناطق عشوائية يسكنون، أحياء عشوائية، آلاف الأحياء العشوائية، فيها تخريب يعني بالتخطيط وبالبناء وبالهندسة وكل شيء. دمرت بغداد تدميرا. خذ هذا شارع رشيد، 20 سنة مهمل هذا الشارع. لماذا؟ لأنه اسمه شارع رشيد، وهناك بالتفكير الطائفي والرؤية الطائفية القبيحة المقيتة ينظرون إلى هارون الرشيد نظرة أخرى. فما دام هذا الشارع باسمه يجب أن يترك، هذا الشارع اللي كل الدنيا، في كل الدنيا كل المدن عندهم شوارع وعندهم مناطق معينة يعتزون بها ويعتنون بها، احنا عندنا امتلك شارع مثل شارع رشيد مهمل بطريقة غريبة عجيبة. وهكذا بالنسبة لكل بغداد. بغداد مدينة يعني موحشة، ما عادت بغداد هذه الجميلة الرائعة، هذه بغداد الحنونة اللي تلقى بها فراشك وتلقى بها منامك وتلقى بها طيبتك وتلقى كل شيء. حولوها إلى شيء غريب عجيب متوحش، يوميا لامين مجاميع، وقع تمثال أبو جعفر المنصور، لأنه هذا باني بغداد، هذا عندهم ثارات ويا قبل 1200 مدى 1400 سنة. ما هذا الكلام؟
ما هذا المنطق، ما هذه الرؤية القاصرة، الرؤية القبيحة، الرؤية المقيتة، ازدحامات، نفايات، المزابل في وسط بغداد، نفايات مكومة، الصرف الصحي، لاحظ الأمطار، أقل مطرة تنزل على المدينة، أقل قطرات من المطر تغرق المدينة، وغرقت قبل أيام، تغرق المدينة، مدينة غريبة عجيبة، مقطعة بشكل غريب عجيب، وصلت يعني هي وصلت في بدايتها بالاحتلال إلى يعني جدران عازلة تعزل الناس عن بعضهم، مزقوا مجتمعها، مجتمع هذه المدينة. الآن يسكن هذه المدينة نحو 12 مليون مواطن، نفوس العراق كلها 40، 12 مليون مواطن، ثلث سكان العراق يسكنون في بغداد، هل هذا صحيح؟ هل هذا مقبول؟ لماذا؟ لأن الناس بلا عمل، فيتجهون إلى مركز المدينة لكي يعملوا، يعتقدون أنهم سيجدون عملا، والمدينة يجب أن تتحمل عشوائيات جديدة، خراب جديد، دمار جديد، هكذا. الناس تهاجر لا زراعة ولا صناعة ويهاجرون ويجون إلى بغداد، وبغداد تئن من الضغط عليها والقهر والوظائف. هذا واقع الحال الحقيقي. هذه بغداد يعني اللي هي مؤسسة ميرسر العالمية اللي تصنف المدن كل سنة، صنفتها أسوأ مدينة في العالم للعيش في العالم مع الأسف الشديد. هذه بغداد الجميلة الرائعة، منارة الفكر والحضارة والخير والطمأنينة، تتحول إلى أسوأ مدينة. من حولها إلى أسوأ مدينة؟ يعني من يحولها؟ ما هو لازم يجابونه. هذا جزء مما يعني مما ارتكبته من جرائم هذه السلطة التي حكمت العراق منذ عام 2003 لحد مع الاحتلال. هذا ما جناه الاحتلال وما جنته الحكومات التي جاءت بإثر الاحتلال وتحت مظلته على العراق. بغداد عندهم شيء قبيح، ولو كان بأيديهم لغيروها، يعني ما عادت عاصمة، لكانوا لغوا حتى أن تكون عاصمة. هذا الإهمال الشديد، هذا التخريب المتعمد لبغداد بهذه الطريقة القبيحة، لماذا؟ هذا جزء من فكر وثقافة ورسالة واضحة في منهجها وفي توجهها لتخريب هذه المدينة، لجعلها أسوأ مدينة في العالم. وهذا اللي أوصل مؤسسة ميرسر العالمية أن تقول أن هذه أسوأ مدينة للعيش. وأهل العراق يوصفون بأنهم أكثر ناس كآبة وأكثر ناس حزن مع الأسف الشديد. هذا كله بسبب هذه الأوضاع السيئة. لذلك الاحتفال في بغداد بقدر ما هو يعني يثير، يعني يذكر بأمجاد المدينة، بقدر ما يذكر بالمآسي والقهر الذي تتعرض له هذه المدينة. يعني مناسبة بقدر ما هي مفرحة بقدر ما هي محزنة، ومحزنة أكثر لأن بغداد الجميلة شوهوا وجوهها بخناجرهم، بفسادهم، بخرابهم، بدمارهم. هذا واقع الحال الحقيقة. ذلك الحديث عن بغداد حديث مثل ما يقال ذو سجون، يؤلم ويجعل القلب يقطر دما. الحقيقة بغداد مدينة رائعة وجميلة، بغداد علمت الناس وفيها الجامعات والمدارس والجوامع والطرق وملاعب الصغار ومدارسهم، كل هذه كلها محيت بهذا الفكر وهذا التوجه وهذه الرسالة وهذا هذا الإصرار على الخراب والدمار لمدينة رائعة جميلة كان اسمها بغداد. ونتمنى من الله يعني أن تعود بغداد إلى ماضيها، واستعود الحقيقة عندما ينتهي كل هذا الإطار، وعندما يخرج كل هؤلاء الذين دمروا البلاد ودمروا وقتلوا العباد وشتتوهم. هذا واقع الحال. وقت هذه الحلقة قد انتهى. أعزائي المشاهدين، أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.